عمل فيديو في علاقة بمقاذاته لفريقه النادي الإفريقي. نحكي على نادر الغندري لعب السابق للنادي الإفريقي، وين البارح نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه على انستغرام بخصوص مطالبته لمستحقاته المالية من النادي. خلينا نسمعه. الناس تسب فيا خاطر شكيت بالكلوب على فلوسي اللي هما حقي. بالنسبة ليكم انتوما عندكم خدمة وعندكم شهرية وعندكم الحب الجمعية، أما أنا الجمعية هي حبي وشهريتي ورزقي في نفس الوقت. قبل 2017 خليت فلوس، أما مش كل مرة نجي للكلوب لازم نخلي فلوسي، ما كانش نولي خايب. فما شكون منكم يقبل على روحه يخدم وما يخلوش خاطر يحب عارفه ولا يحب الشركة اللي يخدم فيها؟ وحتى كان عملتها معناتها مرة تنجم تعود تعملها مرة أخرى ونساعدكم، فما حتى مشكل. انا مش ولد الكلوب، اي وليت نحب الكلوب، معناتها مش مولود ومش تربيت في الكلوب، جيت 18 سنه، اما مش من انا الصغري دوبي بوتشي معناتها في الكلوب. انا جيت 18 عام، ولاد الكلوب اللي هما كبروا في الكلوب شكاوا بالكلوب، معناتها انا وخذوا فلوسهم، معناتها انا ما عنديش الحق. علاش الله اعلم ما يسالش فما ربي، معناتها موا جو فولي كليرسير لي شوز على خاطر فما دي شوز كي سون فري دي شوز كي سون فوس. اولا ديجا مش 120 مليون 200 مليون، اما انا كان شكيت بعد 5 شهور ولا 6 شهور لجمعيتي على خاطر قلت لهم نساعدكم، معناتها اعطوني شيء وخلصوني وقت تحبوا، اعطوني جارونتي، اكاهو معناتها عندي مستقبل، انا عندي عائله. الآراء انقسمت بين اللي كان مع نادر الغندري وبين اللي كان ضده. فما اللي كتب جمعيتك عمرك ما تشكي بها، لازم تلقى حل ودي مع المسؤولين. فما اللي قال هذه الجمعية اللي اعطاتك وخاصة اللي أمورها المادية ما تعجبش اليوم مش وقته، وبين اللي كان رأيه مخالف وكتب أي واحد يخدم خدمة يلزم ياخو مستحقاته واللي ما يخوش مستحقاته المالية يمشي يشكي. وفما اللي كتب علاش الملاعبية كيطالبوا بمستحقاتهم المالية وب بحقوقهم ندوروا عليهم ونعتبروا هذا خيانة. واضح نادر الغندري قال سي مانيش ولد الجمعيه، معناها ما تربيتش، بعد جيت عمر 18 سنة. قال المره الاولى قال سلمت في فلوسي، اليوم قال هذاك رزقي مستقبل اولادي. ها فما الجمعيه شكيت واخذت حقها، علاش كي انا نشكي نولي بيا وعلي؟ قلت اعطيوني شيك وضمنوا لي حقي وخلصوني حتى بعد 100 سنة. ناصر، هو الوضعيه هذه الوضعيه حساسه برشا رفيق، مالوريزمون احنا في النوادي نتاعنا وفي الفرق نتاعنا والملاعبيه نتاعنا في يلقاو رواحهم في مجبر في وقت من الاوقات. انك اليوم باش نبداو الحقيقه من ناحيه الحقيقه، راه الكلام اللي كان يتكلم فيه هو لوجيك وصحيح. الملاعب يلعب كاريره قصيره، ما عندوش مده كبيره باش ينجم يلعب الكره، لازم يضمن مستقبله خاطر الكره ما تعرفش علاش تخبر. باش بيجمهور الكره ما يفهمش على خاطر زاد يقول لك فما بعد ساعاتك تصور نشوفوهم واحد يبوس في السيكل ولا يقول لك جمعيتي ولا يقول لي جمعيتي للنخاع وهذا يقول لك جمعيتي انا مستعد نعمل علاش نحب. يقول لك انا اليوم النادي الافريقي تتعدى من وضعيه صعيبه، ما فيها باس كان انت اليوم تتنازل على المبلغ هذا نظرا الوضع المشكل اللي موجود في النادي الافريقي. فما مشكل كبير مادي، وتعرف النادي الافريقي باش يدخل في سيكل اخر نتاع عقوبات اخرين، وهو الحاجه اللي استشهد بها معناتها كانت صحيحه. انا نجم نقولها انه فما برشا ملاعبيه مولاد للنادي الافريقي زاد كيف هما شكاوا وخذوا الحق نتاعهم. هذاك علاش يقول لك نادر انا جيت راني كلوب افريقيا عمري 18 سنه قبلت نزلت لتو ما نجمش نعاود نتنازل. ريش نقول لك راهي هذه موضوع هذا حساس ياسر، على خاطر يقعد الإرادة نتاعك أنت تحب تتنازل وما تحبش تتنازل، لكن في نهاية الأمر كل واحد يختار مصيره. أما أنا شو نقول يا نادر، أنا في بلاصته هو نظرا للحب اللي عطاته له النادي الإفريقي، راهو نادر في وقت من الأوقات كرويا طاه، راهو النادي الإفريقي عاود رجعته في الإيماج. هذا شنو يعني؟ نجم نتنازل رفيق. ما نعرفش على ظروفه وما تعرفهاش. راهو تنجم أنت تقول نادر الغندري 200,000 دينار ما يزيدوه شيء، نجم يكون هو عنده إكراهات نتاع 5 مليون دينار. ينجم ما تعرفش على شنو ينجم. لا ينجم، قلت لك أنا ملوم مثلا نادر الغندري وهاني جيت في وسط الكلام كان نجم يخرج يقول أنا هذا حقي، أنا ما حشتي بالفلوس، نستنى نصبر كذا، أما يقولش أنا مش ولدكم، خاطر الكلوب كي تحسبك ولدها مش خاطر بديت معاه من ليكول ولا من منين. صحيح. ثم جواليت جات عمرها 27 سنة وصارت اليوم إيكون في النادي الإفريقي. صابر خليفة جاي من الترجي ولعب وبعد شال الكلوب، واليوم رمز من رموز النادي الإفريقي. دونك الكلوب كي تحسبك ولدها مش مربوطة في العمر اللي أنت جيت به. صحيح. هذه الغلطة الاتصالية اللي
اللي عملها نادر الغندري. يبقى انا من الناس اللي ديما قلت قعدت بيت وقت سمعت العيفه خلى مليار وزهير الذوادي ما نعرفش قداش خلى والاخر قداش خاطر راهو كي تيح بيهم الكوره والدنيا لا ينفعهم لا الجمهور لا الجمعيه لا الفريق. جمهور كيما المسؤولين يلزمهم يلقاو 100 مليار باش يخلصوا ملاعبيه جاوا من الافريق ما يعرفهم حد يا خويا خلصوا الناس اللي لعبت زاد برنس. بالنسبه لي انا الموضوع كان يتلم بسهوله رف بين الغندري والنادي الافريقي 200 مليون ولا حتى 200 مليار دو. هو راهو قال لك انا دفعت قبل هو قال لك نازل نعم نعم نازل 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 معناتها كان وعطى فهمت وشارك فك اللطخات وشارك في كل شيء. نقول له وين انت عملت وخي خلينا نقول له سيدي خليني نطلع الواحد انت خيرك سابق على الافريقي اللي هو راهو مش صحيح. خير الافريقي سابق على خاطر ما نجمش بلاعبي يكون خير وسابق على الجمعيه. خير الافريقي سابق عليك يراب هالخير هذايا شويه ولقى الصلح. راهو موضوع يتلم بسهوله في نهار ما بين رئيس الجمعيه ونادي الغندري يقعدوا مع بعضكم لقاو حل. اعطيوه شيك اذا ناويين باش تخلصوه اعطيوه شيك واذا مانيش ناويين باش تخلصوه يا خويا لا 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 ليه وليك ربي يزمو زاد جمهور الكره. جمهور الكره يزمو يفهموا انه حب الجمعيه حاجه واحد حياته مستقبله قدام الجوار ما عندوش باش يداوي قدام نجوم كوره راهو كي نشوف حالتهم اليوم اللي يخدم ما نحبش نسمي له خدم باش الناس ما تمسش حاجه لا تصدق. يا اخي انا اليوم عندي 200 مليون وعلاش خليهم انا لجمعيه كوره معناها عندهم مستشارين وعندهم مسؤولين اوكي نصبر اوكي نخلص بشويه نقبل نخلص يا سيدي كل شهر 10 ملايين على 20 شهر. اما حق الناس ما ينجمش اللي عمل يعطي الصحه اللي ما عملش ما يزموش يتسبب. الغلطه الوحيده هي اللي قلتها قال انا مانيش ولدكم. السؤال زياد لو صارت لطف المشكله ذي مع واحد لهنا مع الديوان قعد ما خلصش شكون تتصوروا يشكي؟ شكون؟ اميمه ما ترحمش هذا في فلوس اميمه. اما اميمه نجموا نقنعها صحيح المستحيل يرحم المستحيل معناتها نذكروا انه كي تخلي الديوان كيف كيف يبوس في الشعار يبوس في الباب يبوس البارودي البارودي يبوس في لف ابوه اي كل حاجه في الديوان حتى في دار الطرق اوتوكولونيت صغار ديوان ولكن وقت هو داير نحن نقول المستمعين لو ديز دي مش البارودي يبدا يطلب من لو دو من لو دو قدام البيرو بعد فتاه لو سيت يبدا عاد المنافس صحيح تعود المنافس ما يشدش عليك وعنده الحق يقول لك اذا موهبتي ضاعت موهبتي ضاعت انت وين باش تنساني بعد الفاصل